Good afternoon, third grade. How are you today? Our grammar today is about possessive pronouns, ضمائر الملكية. أكيد بتعرفوا شو يعني ضمائر. ضمائر هي الكلمات التي تحل محل الاسم. وعلى الأغلب كنا نستعمل ضمير الفاعل دائما من بداية ما بلشنا ندرس إنجليزي يا ثالث، صح؟ حتى بصف أول كنتوا بلشتوا تتعلموا كيف بدك تستعمل الضمير he, she, it, we, they, are, you. هدول اسمهم ضمائر الفاعل subject pronouns. لكن اليوم تركيزنا على الملكية، تركيزنا أكثر على الضمائر الملكية وليس صفات الملكية. شو الفرق بين صفات الملكية وضمائر الملكية؟ صفات الملكية دائما لازم أذكر الشيء اللي أنا بملكه، يعني إذا أنا معي كتاب بحكي my book، بحكي my book. لكن إذا بدي أستعمل ضمير الملكية بحكي mine، this is mine، هذا الشيء لي وخلص، أنا ما بذكر اللي أنا بملكه. إذا my، mine، your، yours، his، his، her، hers، it's، it's، our، ours، their، theirs. لاحظوا انه الكلمة بس اتغير عليها انه ضفنا s، الا هي كلمة my بتصير mine بهذا الشكل، السبيلينج تبعها هو m-i-n-e. هون طبعا موضح لنا هل هو male or female، مذكر او مؤنث، لا استخدام هدول الكلمات. وعلى الاغلب كلياتهم نفس الشيء الا فقط his and her، his and hers، اكيد مذكر and ومؤنث male and female. okay. خلينا نشوف المعنى مع بعض. my لي، mine ملكي، لاحظ كيف تغير المعنى. your لك، yours ملكك أو ملككم طبعا، أو لكم هنا كمان، هاي كمان لكم. okay. his له، his ملكه. her لها، hers ملكها. it's له أو لها طبعا، مذكر أو مؤنث لغير العاقل، هي زي ما هو موضح هون male and female. okay. لغير العاقل it's ملكه لغير العاقل أو ملكها لغير العاقل. our لنا، ours ملكنا. their لهم، theirs ملكهم. لاحظ كيف تغيرت الكلمة وتغير معناها. خلينا نشوف هلأ توضيح أكثر لاستخدام possessive pronouns. عم يحكي لك هون possessive pronouns هي طبعا ضمائر الملكية بالإنجليزي، هي ضمائر تدل على تملك الشيء وترمز للشيء المملوك للضمير أو للشخص، وعادة تأتي في نهاية الجملة. إذا دائما بتيجي بنهاية الجملة بمعنى أنه ما بيجي إشي بعدها، تمام؟ طبعا يتم استخدامها بدلا عن الضمير لتفادي تكرار الضمير، تستخدم للدلالة على ملكية الشيء، مثلا هذا قلمي، هذه سيارتنا، هذا منزلهم، هذا كتابك، هذا فستانها. هلأ لما نيجي إحنا نستعمل اللغة العربية بالشرح الإنجليزي، هم ثنتين نفس الشيء، هم عبارة عن لغات. وبما أنه في بالضمائر الملكية بالعربي، أكيد في الإنجليزي ضمائر ملكية، تمام؟ خلينا نشوف ضمائر الملكية كيف ممكن أنا أسهل عليكم استخدامها، تمام؟ وكيف أنا بدي أشوف تحول الضمائر الفاعل لضمائر الملكية. الضمير الفاعل لما يكون I، أنا بالملكية بصير عندي mine، you yours، he his، she hers، we ours، they theirs، it its. okay. Okay, now open your workbook at page number 114. Exercise number 1, complete these sentences with the words in the box. We have the possessive pronouns in this box. في عنا ضمائر الملكية اللي شرحناهم قبل شوي موجودين بهذا البوكس. Okay. في عنا mine, your, his, hers, ours and theirs. طبعا دائما بحكي لكم انه الاشياء اللي زي هيك او الضمائر لازم تحفظوهم عن غيب، لازم تكون حافظ شو يعني ماين، شو يعني يورز، شو معناه هز. اوكي اوكي خلينا نشوف نمبر 1. Is this your mobile? Yes, it's mine. لاحظ انا ما ذكرت ايش بملك، حكيت فقط انه لي ملكي. Yes, it's mine. It's mine. عم بيحكي عن حاله. Is this Anna's coat? Anna's. إحنا عم نسأل عن Anna، معناته هي مؤنث، فأنا رح أستعمل hers. Number 3. Whose bag is this?
It's Sam's. مع انه ولد يعني مؤنث، فانا راح استعمل his. It's his. له. معناته انا بدي اركز على المعنى، على معنى الجمله. يا ثالث، whose money is this؟ فمين هذول المصاري او النقود؟ It's your money. It's yours. Your. لك. Your. Whose house is that؟ لمن هذا البيت؟ It's theirs. في عندي أنا مؤنث أو في عندي جمع سوري هذولا the man and the woman، فأنا بستعمل theirs لهم. Okay. And yes, it's ours. هم بيحكوا عن حالهم، بيعبروا عن حالهم، وهم عبارة عن جمع، فأنا بحكي yes, it's ours. لازم نحكي ours لنا. نعم إنه لنا. لنا بالتكرار، ولما تعيد وتزيد بالفيديو وتحضره وتحاول تحفظ معاني الضمائر وتشوف هدول الأسئلة راح تفهمه أكثر. خلينا نشوف هون أنا بكيف بدي أسأل عن الملكية. ولما أنا شرحت لكم أدوات السؤال ببداية الفصل ركزت على كلمة هوز. تتذكروا هوز معناها لمن، لمين هذا الشيء، مين بملكه. ماشي، خلينا نشوف المثالين الأولينين المكتوبين أصلا جاهزين. Whose hat is this؟ أنا بدي أكون question، بس أنا ما بدي أجاوب، بس أنا بدي أكون سؤال كيف بدي أسأل عن هذا الشيء. إذا أنا ببلش بهوز أداة السؤال، بعدين ببلش بالاسم noun الشيء اللي موجود عندي بالصورة، بعدين بختار يا يعني إذا كان مفرد singular بعمل بس بختار is و this الاسم الإشارة this للقريب المفرد. إذا كان عندي أنا جمع، إذا كان عندي جمع أوكي، إذا كان عندي أنا جمع أنا بستعمل are، وأكيد الاسم الإشارة للقريب الجمع اللي هو these. فأنا شو راح أحكي هون بما أنه في عندي boots؟ Whose boots are these؟ Whose boots are these؟ أوكي؟ خلينا نشوف number three. We have phone here. في عنا هاتف وأنا بدي أسأل عليه. هلا هو singular أكيد، فكيف راح أنا أكون السؤال؟ راح أضع أداة السؤال اللي هي هوز، السبيلنج تبعها WHOSE، فون الاسم، بعدين راح أحكي is this، وأكيد ما راح أنسى الكويستشن مارك أداة السؤال. أوكي، is this ليش؟ لأنه هو مفرد قريب، مفرد قريب استعملت معه اسم الإشارة this و الverb to be is للسينجولر. خلينا نشوف هون في عنا بوكس كتب. Whose books are these؟ لأنهم جمع فأنا استعملت are these معهم. خلينا نشوف shoes. Whose shoes are these؟ And number six. Whose car is this؟ Whose car is this؟ Goodbye.